السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من إدغال اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: السكري يسحق العويس في واقعة غير مسبوقة لم تحدث من قبل. أنا زعلان جدا بصراحة، سبحان من له الدواب. المانجو العويس كان متربعا على عرش المانجو في الطعم والحلاوة، لكن حدث هذا العام مفاجأة رهيبة، السكري سحقه تماما وبقى أحلى منه. أنا أكلت المانجو العويس بس مش هو الطعم اللي في، لا 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 لا، أنا ما بقيتش أنا، والقرد بيتنطط ولا بطل تنطيط، الطعم بتاع العويس مش اللي هو خالص. المهم نقلت على السكري، فوجئت بالسكري بقى، أنا فوجئت بالسكري. بصوا السكري، حتى بصوا دي مش مية، دي نقطة عسل نازلة منه، نقطة عسل نازلة من السكري. فوجئت بالطعامة والحلاوة بتاعت السكري هذا الموسم، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. طبعا المانجو لمن لا يعرفه، هو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مختصرة في كلمة أسكس: فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E أو H، فيتامين K، وكذلك فيتامين B6، ويحتوي على الكالسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والحديد، فهو يعالج الأنيميا. فطبعا مكونات المانجا ممتازة جدا. عارفين لو ما فيهاش مكونات برضو لازم نجيبها ليه؟ لأنها مبهجة جدا بالنسبة لي، وأنا زي ما قلت لكم طبيب وجراح المانجو وزميل الجمعية البريطانية للجراحين بإنجلترا. طبعا أنا ليا طقوس معينة في المانجو السكري. طبعا نسيت حاجة، في مادة في قشر المانجو تستخدم للتخسيس، وهنحتاج النقطة دي جدا. المانجو اهي هنقسمها ثلاث قطع، قطعة فيها البذرة وقطعتين، قطعة عليا وقطعة سفلى. تمت بنجاح، الأخرى كذلك تمت بنجاح أيضا، ويبقى هذه القطعة. نيجي بقى نشوف دول، دي تقسم طوليا ثم تقسم عرضيا لكي تعطي هذا المنظر الفريد. مش لازمني في حاجة المنظر ده. بسم الله الشافي المعافي. لا، رائع، العويس راحت عليه خلاص. واحد حلو امور هيقول لي انت بتسوق للمانجا، فعلا انا ليا مزارع مانجو عويس وسكري بالاسماعيليه والسويس ومناطق اخرى بالعالم، بس فعلا طعم رائع رائع رائع، لا تفوتك هذه الفاكهه. ولكن محظورة على مرضى الكلى والناس اللي عندهم أملاح عالية، بس ممكن يعني إيه تاخد لك نص منجاه كده وتشرب مية كتير 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 بقدر المستطاع، لأن بصراحة أي إنسان تضعف مقاومته أمام هذه الثمرة الفريدة. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم أي صيدلية ولا أي دواء ولا أي طبيب، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرة على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.